اختتمت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر بالقاهرة تحت شعار نحو التغيير الفعال بنسختها الأولى تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أصدرت قمة 12 توصية في ختام أعمالها، من بينها إنشاء تحالف وطني لوضع آليات مواجهة المخاطر وزيادة تمويل المشروعات الخضراء لضمان استدامة صادراتنا وتدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات والتوسع في بناء المدن الذكية بمكونات صديقة للبيئة.